احنا عمالنا نحكي عن الانترسكشن ديزاين وبنحكي بالتحديد او حكينا بالفتره السابقه عن مبادئ التصميم، حكينا عن البروفايل، حكينا عن الالاينمنت، حكينا عن شانلايزيشن، و شو كمان نسيت شو كمان، البروفايل، الالاينمنت، الكيرفيتشر والشانلايزيشن. الموضوع الخامس اللي هو بتعلق في المينيمم بيفمنت ويدث ات انترسكشنز. مينيمم بيفمنت ويدث المقصود اللين ويدث. عاده التيبيكال لين ويدث كام يا جماعه؟ الستاندرد لين ويدث على الستريت سكشن كام؟ 3 متر و60 3 متر و60 3 متر و10 متر او 12 فيت. لكن يعني انا متاكد انه معظمكم او كلكم بدرك انه الكيرفيتشر مسار المركبه، طبعا من وين اجى هذا ال 3 متر و10 متر؟ اول شيء من مسار العجلات، او حتى ناخذ اعرض مركبه، اكثر مركبه او اعرض مركبه موجوده اللي هي 2.6 متر شاحنه من نوع معين عرضها 2.6 متر، فبالتالي ال 3.6 متر يعني في عندنا نص متر بفر من اليمين ومن اليسار. لكن هذه المسافات او الابعاد بتتغير حقيقه على الكيرف. فاعطيكم مثال، شوفوا شو بصير هي على الكيرف خاصة الشحنات. العرض الأصلي، هذا العرض من هون لهون، هذا العرض من هون لهون، هذا هو typical width، الستاندرد width اللي هو قد يكون 3.6 متر. لكن المركبات وخاصة المركبات الكبيرة أثناء دورانها على الكيرفيتشر، هذا هو اللي موجود عندنا هون، بفرجينا كيف المسار اللي بتمشي عليه المركبة وطريقة الحركة. فبتلاحظوا إنه في عندنا مسار العجلات، وفي عندنا حتى يعني اللون الأزرق هذا بعطينا اللي هو مسار العجلات نوعا ما، لكن اللون الأخضر بعطينا المسافة الحقيقية أو العرض الحقيقي اللي بتحتله المركبة لأبعادها الكاملة. في عنا هذا الطرف للمركبة هون، وفي عنا الطرف الخارجي للمركبة هون، وبالتالي إذا بتلاحظوا إنه المركبة في عند الكيرفيتشر بتحتل هذا الجزء، هذا العرض اللي هو أكبر بكثير على الأقل من الرسمة من العرض الأصلي. ونفس الشيء بالنسبة للكيرفيتشر هون بهذا الرسمة، كذلك هون بدها تعمل دورة أكبر، فبالتالي تلاحظوا كم المسافة أو العرض اللي بتشغله المركبة على الكيرف. لذلك الآن بحاجة إن نفكر what is the minimum lane width or what is the required lane width for vehicles you know on curve. نرجع شوية. لا طبعا إحنا على افتراض إنه على الكيرفيتشر المركبات احنا نحكيش عن انترسكشن، بنحكي عن كيرف ان جنرال، فبالتالي السبيد المركبات سرعه المركبات تيبيكالي مور ذان 15 مايلز بير اور اور 25 كيلومترز بير اور، فلذلك بناء على هذا الكلام بحاجه لنا تو انكريز ذا رود ويدث. الان بتعتمد بشكل اساسي على طبيعه الحركه. وفي عنا 3 cases based on the ASHTO. We have 3 cases for the pavement width. عنا الكيس الأولى اللي هو كيس 1 lane، يعني الدوران بيكون من خلال 1 lane one way operation. 1 lane يعني باتجاه واحد with no provision for passing a stalled vehicle. يعني passing a stalled vehicle مركبة واقفة. في عنا مركبة واقفة، فبالتالي الحالة الأولى اللي هي أبسط حالة one lane one way operation بدون أي عملية تجاوز لمركبة واقفة، والمركبة عادة بتكون واقفة على الطرف اليمين، وبالتالي this is the just the simplest case اللي هو مسرب واحد باتجاه واحد
بدون أي عملية تجاوز لأي مركبة واقفة، يعني ما في عندنا مركبات واقفة على الكير بدنا نتجاوزها. الكيس الثانية نفس الكيس الأولى لكن مع إضافة provision for passing a stalled vehicle، يعني في عندي مركبة واقفة على الطرف وبالتالي أثناء الدوران بدي أتجاوز عن هاي المركبة. والمركبة أو عفواً الكيس الثالثة اللي هو تولين باختصار هو عبارة عن تولين بغض النظر هل التولين one way or two way. هذول عندنا three cases، كل كيس من هذول الكيسز إلها عرض مختلف عن الآخر. كيف بدي أحسب العرض؟ على أي أساس بدي أحسب العرض؟ لازم بناء على بعض الأمور الأخرى بالإضافة طبعاً للمركبة، بيعتمد طبعاً على الراديوس أول شيء، وبيعتمد على المركبة الديزاين فيكل وخصائص هاي الديزاين فيكل. بالتحديد شو الخصائص اللي بتلزمني بالديزاين فيكل؟ أول شيء في عندي width of the front and rear overhangs اللي هي FA و FB. الأوفرهانج اللي هو الجزء المتدلي من المركبة، في عندنا جزء متدلي من الأمام ومن الخلف للمركبات، وهسه بفرجيكم صورة تبين لنا هذا الشيء. وأيضا في عندنا بدنا نعمل clearance distance للبين المركبات، يعني مش بس مسار العجلات والجزء أطراف المركبة نفسها، بحاجة إن أعمل أضيف شوية مسافة clearance distance اللي هي C for safety بطبيعة الحال. وأحيانا بدي أعطي مسافة إضافية بدي أرمز لها بالرمز Z اللي هي extra width allowance due to difficulty of driving on curves، بسبب صعوبة الحركة أو الدوران على الكيرف بعطي مسافة إضافية اللي هي رمزها Z. وبالتأكيد تعتمد أيضا على التراك ويدث اللي هو مسار العجلات نفسها. لأن خلينا بس أفرجيكم الفرونت والرير أوفرهانج قبل ما ندخل بتفاصيل هدول البارامترز. شوف الآن عندنا هاي شاحنة، هذا الجزء هنا هذا هو الفرونت أوفرهانج الجزء المتدلي الأمامي، يعني العجلات بتكون ماشية على مسار معين، لكن في عندنا أيضا أجزاء إضافية من الشاحنة أو من المركبة هي ستكون جزء أو ستحتل جزء من الشارع، وبالتالي بحاجة أن أمن لها العرض المناسب. وفي عندي الرير أوفرهانج الجزء المتدلي الخلفي، وهذه المسافات طبعاً اللي هي من السنتر للعجل الخلفي للطرف الخارجي، هذه المسافات تختلف حسب نوع المركبات. و يعني بجوز بعضكم بتذكر بمواصلات واحد لما أخذته عن الديزاين فيكل كان في عندنا حسب الأسهم حوالي 13 أو 14 نوع من نوع أنواع المركبات، وفي لها مواصفات الديمنشن طول الطول والعرض المسافات، وفي عندنا كمان الويل بيس، هذا هو الويل بيس المسافة بين الأكسلز حسب مفهوم الأشتو، وفي عندنا مثل ما أنتم شايفين الرير أوفرهانج. فكل مركبة لها ديمنشن خاصة فيها. الشيء الملاحظ بشكل عام إنه الشاحنات الفرونت أوفرهانج صغير مش كبير، الرير أوفرهانج نسبيا كبير. طبعاً تختلف من شاحنة لشاحنة لكن إن جنرال. لكن شوفوا الباص الرفنس اللي بالأسفل، الباص الفرونت أوفرهانج عنده كبير بشكل ملحوظ، والرير أوفرهانج أيضا كبير، بحيث إنه يعني على الأقل هذا الباص تقريبا مترين ونص المسافة ما بين العجل والطرف الخارجي الأمامي للباص، في عنا تقريبا مترين ونص أو يعني حوالين ثلاث، مش قارئ الرقم مظبوط بس أكثر من مترين، قد يصل إلى ثلاث أمتار. ولاحظوها على الباصات اللي موجودة أمام الجامعة، في جزء هذا طبعا
وهذا رح يكون عامل أساسي جداً في حساب البيمنت ويلث اللازمة. نفس الشيء طبعاً للرير أوفرهانج، في عنا على الأقل في الرسم اللي موجود عنا 3 متر و30 سنتي الرير أوفرهانج، وهذه المسافات بتزيد وبتنقص حسب نوع الباص المستخدم، لكن بشكل عام في عنا مسافة لا بأس بها بالنسبة للفرونت والرير أوفر هانج للوسط. الآن إذن الفكرة أن هدول المسافات أو هذه الأجزاء من المركبات ستحتل مثل ما فرجيتكم هنا، يعني خليني أمحى هذا كله، بتلاحظوا هون يعني هاي عنا هنا هذا مسار العجل، هون هاي العجل، لكن الطرف الخارجي مثل ما انتم شايفين هون الطرف الخارجي ممتد اللي هو الفرونت اوفرهانج ممتد مسافة إضافية، فلذلك أنا بحاجة إني أدخل هاي ضمن اعتبارات البيفمنت ويد. بينما الجزء الخلفي الأقل في الرسم هنا هاي مسار هاي العجل وهي الرير أوفرهانج، في عندي مسافة لكنها مش كبيرة بغض النظر سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بحاجة إلى اعتبارها أو إدخالها ضمن حسابات البيفمنت. الآن بذكركم في عنا أنا إحنا 3 cases، case 1 lane one way operation، case 2 one lane one way operation but with provision for passing a stalled vehicle، وcase 3 two lane operation. الآن الرسمة أو رسمة كل واحد منهم كالتالي. هنا عنا الآن الكيس الأولى اللي هي one lane one way operation with no passing for no passing a stalled vehicle. هذه المركبة مثل ما أنتم شايفين هذا هو مسار، هذا هو العجل وهذا هو الطرف الخارجي للعجل وهذا هو العجل هنا. الآن هذا هو هذا مسار الخط المنقط اللي هو مسار العجلات، الويل باث بنسميه الويل باث أو التراك. لكن أثناء الدوران شوفوا المركبة كيف أثناء دورانها في عندها جزء إضافي خارجي، وأيضاً بدي أعطيها مسافة كليرانس إضافية. هاي المسافة بالحالة الأولى بكيس 1 بتكون كالتالي اللي هي نص سي من كل طرف، من الطرف اليمين ومن الطرف اليسار، مع مسافة إضافية اللي هي additional distance z which is difficulty distance for maneuvering. الآن إذن العرض الكلي للمسرب اللي هو W يساوي طلع الرسمة اللي هو التراك ويد اللي هو U زائد نص سي من 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 اليمين ونص سي من اليسار، ففي في عندنا توتال سي زائد زي زائد المسافة اللي هي زد. الآن بناء على الأشتو for case 1 C تساوي 1.2 × 10 متر أو 4 feet والZ equals to 0.6. إذن كيف بتصير المعادلة؟ ببساطة هاي المعادلة تصبح الـ minimum width pavement width required equals to the track width زائد واحد بنضيف لها مسافة إضافية 1.8 × 10 متر. التراك ويدث هذا بتغير من مركبة لمركبة، كل مركبة لها تراك ويدث مختلف حسب الراديوس اللي موجودة. هذا الآن بالنسبة للكيس الأولى. إذا بتلاحظوا ما دخلتش طبعا هنا، إذا بتلاحظوا هنا الرير أوفر هانج ما كانش له دور، هذا الجزء اللي هون ما خرج خارج إطار اللي هو المسار أو التراك ويدث. الفرونت أوفرهانج خرج بهامش بسيط، لكن بالكيس الأولى بإمكاني أهمله. ليش؟ لأنه
اصلا انا عامل مسافه اضافيه اللي هي c over 2 من هذا الطرف اللي هي راح تستوعب هذه المسافه الاضافيه او الجزء الخارج من المركب. تابعين معي يا جماعه؟ معاك يا دكتور. هل عنده اي استفسار او استفهام عن اي شيء؟ هذا إذن المعادلة النهائية اللي هي هذه هي المعادلة النهائية لكيس 1. الآن نيجي لكيس 2. كيس 2 هذه المركبة واقفة. هذه المركبة الآن واقفة. توقف على اليمين. وهذه المركبة المتحركة. الآن بدي أدخل بحساباتي إذا والوقت طبعا العرض الكلي اللي هو هون بدي أدخل بحساباتي عرض المسرب للمركبة الواقفة وللمركبة المتحركة. الآن خلينا نشوف المركبة الواقفة. المركبة الواقفة شبيهة جدا بالكيس الأولى لكنها واقفة مش متحركة. ففي عندنا التراك ويدث للمركبة الواقفة اللي هو U2. في عندنا جزء اضافي هسه بدي ادخله لان في مركبه قريبه منها اللي هو الفرونت اوفر هانج للمركبه الواقفه، وايضا في عندي شويه مسافه اضافيه كليرنس ديستانس للمركبه من قيمتها C اوفر 2. هذه الدايمنشن بالنسبه للمركبه الواقفه، اذا هذه هو من هون لهون هذه الدايمنشن اللي بتلزم للمركبه الواقفه. المركبه المتحركه عندنا من الطرف الخارجي C over 2 مثل السابق، وفي عندنا التراك ويدث للمركبة المتحركة اللي هو U. الآن كون أنا في عندي مركبة واقفة متحركة، الآن بدي أدخل بحساباتي اللي هو الرير أوفر هانج اللي هي المسافة الإضافية اللي بتشغلها الجزء المتدلي الخلفي من المركبة اللي هو FB له قيمة معينة، بالإضافة إلى additional clearance distance بين المركبتين اللي هو clearance C. إذن لو تطلعوا على العرض اللي هو W شو يساوي؟ التراك ويدث للمركبة الأولى زائد التراك ويدث للمركبة الثانية زائد عندي بين المركبتين في عندي clearance C وفي عندي C over 2 من كل طرف، إذا ما مجموعه 2C زائد الفرونت اوفر هانج اللي هو هذا هو الفرونت اوفر هانج زائد الرير اوفر هانج، طبعا على افتراض انه المركبتين من نفس النوع فبالتالي الفرونت والرير اوفر هانج للمركبتين هم نفس الدمج. الآن ما دخلت هنا Z اللي هي اكسترا ديستانس فور، إذا بتتذكروا هون دخلت هذا الزي هون اللي هي extra distance for difficulty in moving on curve or in maneuvering اللي هي الدوران. ليش ما دخلتهاش؟ لأنه في القطر الداخلي في عندي مركبة واقفة، أنا هذه المركبة ما بتتحرك، بينما المركبة اللي بتتحرك على الأطراف فالريديوس تبعها بطبيعة الحال أكبر، لذلك ما في داعي إني أزود مسافة إضافية خاصة إني أنا حطيت مسافة ما بينهما اللي هي المسافة C. There is no need for additional Z distance. لذلك هي ما دخلناها في الحساب وهي صفر. For this case C بناء على الأشتو مقدارها 0.6 متر اللي هي 2 feet. إذن بتصير المعادلة كالتالي U1 زائد U2 زائد FA زائد FB زائد 1.2 متر، ماشي؟ أو بالفيت 4 فيت. هذا اللي هي case 2. طبعا إذا عرفت أنا قيمة الـ FA والـ FB للمركبات وعرفت track width لكل مركبة من المركبات مقدار
أحسب العرض اللازم. واضحة؟ تفضل معي؟ إن شاء الله دكتور. غير زكي يعني، زكي اسكت لك شوي زكي، خلي الشباب نشوف مين اللي معانا. سمعوني صوتكم حبايب، غير زكي يا شباب. الشباب مش موجودة. هاي محمد بأكد انه معانا. طيب محمد الله وشهد ما شاء الله، الناس سمعونا او اكتبوا لنا. يعني بحب اتاكد انه ما موجودين معنا، واذا في عنده اي سؤال في اي لحظه يوقفني ويسال، ما فيش اشكال. وهيك كمان سليم بياكد انه متابع معنا. خلينا هذا الكيس الثاني، نبدا في نحكي عن الكيس الثالثه. الكيس الثالثة هي two lane operation either one way or two way. ففي عندي أنا هذه المركبة متحركة والمركبة الأخرى متحركة، وخلينا نفترض أنها متحركة بالاتجاه المعاكس. يعني إذا مسرب الدوران two lanes and two directions. الآن فبالتالي كون المركبتين متحركات فأنا بحاجة إني أعتبر المسافات الكريتيكال. اول شيء المسافه الكليه اللي هي W مثل ما بتعرفوا. خلينا ناخذ المسافه المركبه اللي على الانر كيرف. عندنا تراك ويدث اللي هو لهي المركبه اللي هو U، نعطيها كليرنس ديستانس اضافيه اللي هي C over 2. This is just an additional clearance distance. الان اذا بتلاحظوا هذا هو مسار العجلات، لكن الإطار الخارجي أو الطرف الخارجي للمركبة ممتد قليلاً، وبالتالي في عندي مسافة اللي هي front overhang. بدي أعطي مسافة clearance بين المركبتين اللي هو C. نيجي للمركبة المتحركة الأخرى بالاتجاه المعاكس، من الطرف الخارجي للمركبة لحفة البيفمنت بتعطيها كليرنس ديستانس اللي هي سي اوفر 2، للتراك مسار العجلات اللي هي دبليو عفوا يو 1، وفي عندي ايضا اللي هي الرير اوفر هانج اللي هو اف بي. اذا الويدث الكلي يساوي مسار المركبه الاولى زائد مسار المركبه الثانيه، بيطلع عندي 2C زائد الفرونت اوفر هانج زائد الرير اوفر هانج. وايضا في عندي هون اعطيت مسافه اضافيه اللي هي Z، which is the extra distance for difficulty in maneuvering، لانه المركبه اللي على الكيرف الداخلي بتتحرك بعطيها مسافه اضافيه بسبب صعوبه الحركه اللي هي مقدارها Z. الان بناء على الاش تو هاري Z تساوي 60 سنتي، والسي تساوي 1.2 متر، وبالتالي تصبح المعادلة U1 زائد U2 زائد front overhang زائد rear overhang زائد مجموع هذه السيز والزد بيطلع عندي اللي هو 3 متر. لأن هذه تصبح الويدث required width for case 3. الآن كيف بدنا نعرف الفرونت والرير اوفر هانج يا جماعه؟ في عندنا اكثر من طريقه. طبعا بدنا نمشي للمركبه، لكن الفرونت والرير اوفر هانج بتغير، او الجزء اللي بيشغل البيفمنت بتغير حسب نوع المركبه، وبتغير حسب الكيرفتشر حسب الراديوس. بالتالي هذا الكيرف بفرجي لنا بيزد اون ذا راديوس اوف ذا كيرف، وبناء على نوع المركبات what is the front overhang. فمثلا لو كان عندي radius، طبعا هنا بالفيت، لو كان عندي radius 1000 feet وكان عندي مركبة هنا اللي هي CB اللي هي city bus نقطة تقاطع، بشوف الرير
عفوا الفرونت اوفر هانج من الكير وبشوف قديش قيمته and so on. فبالتالي طبعا وهذه القيمة بتكبر كتير إذا كان الراديوس صغير وبتصغر وبتصير ملهاش يعني ملهاش تأثير إذا كان الراديوس كبير بطبيعة الحال. فمثلا لو كان الراديوس هنا 500 على السيتي باص المسافة تقريبا 40 سنت. هذه واحدة من الطرق لتحديد الفرونت أوفرهانج مسافة الفرونت أوفرهانج على الكيرج. الآن بالنسبة للرير أوفرهانج، الرير أوفرهانج إذا بتلاحظوا يا جماعة طلعوا هون على الرسومات الرير أوفرهانج صغير كتير. طلعوا هون هذا الجزء صغير يعني كميته صغيرة أو مسافته صغيرة. أيضا الرير أوفرهانج هنا نوعا ما صغير. لذلك الأشتو ريكومنز just taking rear overhang as 0.15 meter for passenger cars. Trucks صفر. ليش trucks صفر يا جماعة؟ كنت أتوقع إنه trucks تزيد. دكتور يمكن لأنها في منها فيها محاور بتلف كمان. أوكي غيره كمان. بالإضافة لأنها بتتكون من جزئين مفصولات يعني كل واحد بيتحرك بالحك الثاني. خلينا نرجع للرسم بس توضح الفكرة أكثر بالرسم يعني. خلينا نأخذ الرسم الأول هون. طلعوا على الرسمة هنا مثلاً الرير أوفرهانج أول شيء بشغل مسافة مثل ما حكيت صغير الفرونت أوفرهانج بشغل مسافة أكبر أثناء الدوران. بالنسبة للشاحنات كونه عرض المسارات عرض الأكسل نفسه عريض نوعاً ما فبالتالي هو بطبيعته بيحتل عرض كبير وأثناء الدوران الجزء الخارجي من الشاحنة بيكون كتير صغير بينما السيارات لأنها صغيرة فبتلف براحتها أكثر فبالتالي في جزء خارجي متدلي من السيارة بخرج شوية من المسار بينما الشاحنات لأنها خلينا نشوف هون طلعوا هون هاي شاحنة يا جماعة طلعوا الشاحنة كيف بتصير طلعوا الفرونت أوفر الرير أوفر هانج يعني ما إلوش دور وضحت الفكرة طبعاً بينما هون اطلعوا الفرونت أوفر هانج في فرونت أوفر هانج لكن هون ما في عندي الرير أوفر هانج almost صفر وضحت يا جماعة طيب نعم في حد عنده سؤال ولا أكمل دكتور مش واضحة كثير يعني وفي مجال تبنيها شوي هاي خليني أمحى كل هدول أول شيء هذه شاحنة أثناء الدوران طبعاً ليش مرة تانية ليش الرير أوفر هانج للشاحنات نعتبره صفر لأنه إلى علاقة في طبيعة الحركة للشاحنات أثناء الدوران والله الشاحنات كيف بتعمل؟ أول إيش السيارات بتلف بهذا الشكل؟ السيارات بتلف بهذا الشكل بينما الشاحنات بتلف هيك ليش؟ بسبب صعوبة الحركة مثل ما أنتم شايفين الآن اطلعوا كيف الشاحنة لذلك السيارة راح يكون في جزء خارجي منها اللي هو الرير أوفرهانج بينما الشاحنة كونها بتلف بهذا المسار مثل ما هم بين عندنا في الرسم هون الآن هاي الرير أوفرهانج الرير أوفرهانج داخل جوه البيفمنت بينما الطرف الخارجي اللي هو مسار العجلات اللي هو الخط الأخضر
فلذلك ما كان له دور أو ما احتل مسافة عرض أو عرض إضافي أثناء الدوران. لكن الفرنت أوفر هاي لا بيحتل مثل ما أنتم شايفين هذا الخط الأزرق اللي هو مسار العجلات، والفرنت أوفر هاند لا بيشغل حيز إضافي. فلذلك نتيجة طبيعة حركة الشاحنات على الكيرفيتشر الرير أوفر هاند does not occupy any additional distance on curve. فمن هنا أجت إنه ما بندخله بناء على الأشتو الرير أوفر هاند للشاحنات نعتبره صفر. وضح إن شاء الله هاي المرة. تمام دكتور. بالنسبة للاترال كليرانس مثل ما حكيت لكم بالنسبة للكيس 1 حسب الاش 1.2 متر، الكيس 2.6 متر، والكيس 3 أيضا 1.2 متر. بالنسبة لقيمة الزي، زي اللي هي اكسترا ديستانس فور ديفيكولتي ان مانوفرينج حسب المعادلة هي هذه المعادلة واللي هي تساوي هذه اكسبيرمنتال فورمولا اللي هي design speed divided by the square root of the radius of the curvature. هذه بتحددنا، لكن طبعا لك في عندنا قيم متعارف عليها للزي بناء على الاشتو، انما هذا هو الجنرال equation for determining the z value. بالنسبه للتراك ويدث، الان التراك ويدث اللي هو مسار العجلات، هذا مسار العجلات الاصلي هي المسافة بين العجلات على straight section اللي هو small u، لو المركبة ماشي في خط مستقيم small u اللي هو موجود عندنا هون. الآن بيجيها عرض إضافي أو track width إضافي نتيجة الكيرفيتشر ويساوي اللي هو original track width plus the radius minus radius of curvature minus اللي هو الجذر التربيعي للsquare root للradius minus summation of L square. L اللي هو the wheelbase of the vehicle. تذكروا الwheelbase للمركبات. لكم هذا هنا هذا اللي هو الwheelbase. المسافة ما بين المحاور. هذا عندنا محورين. إذا كان عندنا ثلاث محاور ففي عندنا الwheelbase الأول زائد الwheelbase الثاني وهكذا حسب نوع الديزاين دي. إذن بناء على هذه المعادلة التراك ويدث يحدد التراك ويدث بناء على هذه المعادلة. هذا بالنسبة للمعادلة، لكن مثل ما بتعرفوا الأشتو وكثير من الديزاين كود يعني صح بيحكونا عن من وين أجت وكيف مشتقة وكيف نحسبها، لكن بالنهاية بعطونا جداول جاهزة حتى نحسب بدخلوا فيها كل هدول الفاكتورز والمعادلات اللي هو الجدول اللي موجود عندنا في كتاب جدول 7-4. الآن جدول 7-4 بعطينا مباشرة الـ required pavement width لكل كيس من الكيسز اللي عندنا وحسب الديزاين بيكل. أنا في عندي الديزاين بيكل، هذا هو أنواع الديزاين بيكلز المختلفة اللي هي passenger cars، في عنا bus 40 هدول الدايمنشن بالفيت، وطبعا bus 40 اللي هو الدايمنشن تبعته، أو bus 45 أو city bus اللي هو الباص الأكبر، أو مثلا في عندي WB شاحنة WB 40 WB 50 62 and so on. فبالتالي في عنا وهون عنا single unit trucks اللي هو أصغر أنواع الشاحنة، وفي عنا الكيسز اللي هو الكيس الأولى والكيس الثانية والكيس الثالثة، مع ملاحظة إنه في الكتاب مخربش في الجدول مسميهم كلهم كيس 1 كيس 1 كيس 1 بالغلط. يعني هذه إذا بتلاحظوا هذه أنا كاتبها أنا اللي أضفتها، هذا الخط بيختلف عن الخط اللي هون لأنه الكتاب مخربش نسميهم. يعني هذه عامل هذه نفس العبارة حاططها هون حاططها هون، فانتبهوا الجزء الأول اللي هو الكيس الأولى والجزء الثاني اللي هو الكيس الثانية والجزء الثالث اللي هو الكيس الثالث. الآن كيف بدي أقرأ هذا الجدول؟
خلينا ناخذ كيس لو كانت الراديوس عندي 200 فيت وعندي دبليو بي 50. البيفمنت ويدث ريكوايرد بيفمنت ويدث 18 فيت يعني تقريبا 6 متر المسطح الواحد او اللي هي الكيس ايه عفوا الكيس الاولى اصلا مسطح واحد. لو كانت كيس 2 بلزمني 28 فيت. لو كانت عندي كيس 3 34 فيت. واضح هيك يا جماعة؟ متابعين معي؟ ريح يا معايا دكتور. مين حدا تاني معايا؟ دكتور. تمام دكتور. طيب سمعوني يا جماعه لما اسالكم بس ردوا علي بس تاكد. بس بدي انبهكم لاشتغل هذا الجدول يعني مثل ما انتم شايفين بيحكي لنا لكل نوع من انواع المركبات حسب التيرنينج راديوس. طبعا الراديوس الانر راديوس الانر كيرف نيجي للرسمه انا احكي هذا الراديوس اللي هون هذا الراديوس مش الراديوس الخارجي مش الراديوس الخارجي يا جماعه لا هذا الراديوس الانر راديوس واضح؟ اذا حسب الانر راديوس الان نيجي الى جدول مره ثانيه. هذا الجدول بيعطيني required pavement width for each type of vehicle or for each design of vehicle based on the radius and for each case whether it's case 1 2 or 3. اول شيء تلاحظوا الارقام يعني يعني شوف هذا الرقم مش عارف طلعوا الارقام هاي شوف هذا الرقم وين راح الرقم الارقام مهوله يعني لا تشوف الرقم هذي عرض المسرب 85 فيت تخيلوا بده يكون في اكبر منها شوي بس على الاقل هذي اللي شايف في عندنا هاي 99 فيت ليش؟ لان اول الشاحنه كبيره والراديوس صغير اللي هو 50 فيت يعني 15 متر وهذا this is the minimum radius حتى يا دوب يكفي للسيارات فلذلك حتى تقدر الشاحنه تلف بدون ما تتعدى على المسرب الاخر بدها 30 متر عرض المسرب 30 واضح انه هذا المطلوب لكن انا كمهندس المفروض افكر بطريقه اخرى اعمل لكن بشكل عام اذا بتلاحظوا رقم ال 30 على الاقل لو طلع جدول رقم 30 كثير موجود فبالتالي احنا بنحكي عن 10 متر يعني او اكثر كبيفمنت ويدث. لكن مره اخرى بدي اكد هذا لكل نوع من انواع الشاحنات. يعني لو بدي اصمم ل دبليو بي 50 هذا هو المطلوب. بس حقيقه مش هيك انا بعمل. اذا مره اخرى عشان ما تخربشوش هذا لكل نوع من انواع الشاحنات. لكن انا بالحياه العمليه ما بعمل هيك. انا ما عندي شاحنات، ما عندي ترافيك. في عندي ترافيك، الترافيك موجود في سيارات وشاحنات بانواعها المختلفه. فلذلك ان رياليتي الديزاين ما بيتم على فقط one type of vehicle، no. It depends on the traffic mix، نوع الشاحنات. ف الان الملاحظة حطيت لكم إياها أنا باللون الأحمر. Pavement width are seldom
designed for single vehicle type. ما بصممها لنوع واحد من الشاحنة. سلطم يعني نادرا. ليش؟ لأنه الهايوي عادة بيستوعب أنواع مختلفة من الشاحنة. بحيث ممكن تكون الشاحنة كبيرة لكن ما هو بمر عندنا شاحنة كبيرة بنسب قليلة لكن بمر عندي سيارات أصغر. فلذلك typical design it is based on what's called the traffic condition. وفي عندي three types of traffic conditions. عندي traffic condition A, traffic condition B, وtraffic condition C. وطبعاً بتدرجوا من ناحية الكونديشن traffic condition A اللي هو passenger cars وtraffic condition C اللي هي الشاحنات الكبيرة. لكن بالتحديد traffic condition A اللي هو passenger vehicles are predominant. predominant اللي هي السائدة. السائدة المقصود فيها سائدة بشكل مطلق. لكن مش سائدة يعني 100% بس passenger cars. No. في شوية شاحنات صغيرة بالتحديد. But this traffic conditions also provides some consideration for the occasional single unit truck. يعني traffic condition A اللي هو أبسط الحالات المركبات السائدة بشكل مطلق هو الباسنجر فيكلز، لكن ممكن اوكيجنال يعني بشكل غير متكرر انه يمر عندي شاحنات صغيرة من نوع سنجل يونت تراكس. يعني yes it is passenger cars but even with few occasional passenger single unit trucks that still considered traffic condition طبعا وبطبيعة الحال راح يكون اقل pavement width اللي هو مطلوب بالكونديشن A. يعني condition B اللي هو جاي بالوسط design vehicle عندي single unit truck هذا هو الجزء السائد عندي. لكن بالرغم من انه design vehicle single unit trucks but still even with certain percentages limited percentages of even large trucks still can be accommodated وبالتحديد من 5-10% of tractor trailer combination trucks يعني trucks من النوع الكبير أيضا بالإمكان استيعابهم تحت traffic condition B. مرة تانية traffic condition B بحيث أن proportion of single unit vehicles warrants this vehicle to be the design vehicle يعني the design vehicle is single unit trucks which also allows for some accommodation of larger size of trucks بالتحديد up to 10% of the traffic mix. هذا هو الكونديشن الوسط. الكونديشن الأكبر أو السيل هو can accommodate all types of trucks اللي هي WB 12 أو 15 أو أكبر حتى من ذلك. إذن في عندي traffic condition A, B, and C. الآن based on these traffic conditions بحدد المينيمم pavement width هو الجدول التالي. ففي عندي أول شيء based on the cases case 1 و 2 و 3 وفي عندي condition A و B و C. فمثلا لو كان عندي radius عفوا لو نعم لو كان عندي radius 200 وكان عندي case 1 إذا كان عندي condition A بيلزمني بس 13 feet إذا كان condition B 15 وإذا كان condition C 16. إذا تتذكروا كان في الجدول اللي حسبناه سابقا أكبر من 16 case 1. بينما لو كانت case 2 بيلزمني طبعا لcondition C 22 ولcase 3 إذا 30. الآن فمرة أخرى وإذا بتقارن خلينا نقارن الأرقام خلينا مثلا كيس 3 نطلع على كيس 3 ونشوف الحالة كيس 3 كيس 3 أسوأ حالة اللي هي حتى للشاحنات الكبيرة كان وعلى راديوس 200 لزمني 30 فيت. قديش كان عندنا على الجدول هون؟ هاي عندنا 200 وعلى دبليو بي 50 إذا تتذكروا الرقم كان عندنا 34
حتى لو كبرت الشاحنات بتكون أكبر. بينما based on the traffic condition بس بلزمني 30 فيت. هذا حقيقة اللي أنا بصمم. واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح واضح دكتور. هذا العرض الأساسي. بيجي شوية تعديلات. التعديلات هنا هالموديفيكيشن تعتمد على كيف شكل الطرف الخارجي للبيفمنت. طبعا احنا بنحكي عن الطرف الخارجي من اللي هي الانر راديوس، نص قطر الداخلي، نص قطر الصغير. الان هل الكيسز كالتالي، هدول الكيسز اللي عندنا. اول شيء اذا كان عندي نو ستابلايز شولدرز، يعني شولدر عباره عن بيس كورس، ما فيش اي تعديلات. الرقم اللي بيطلع عندي هو محسوب بناء، بمعنى الشولدر مش راح استخدمه، مش راح اقدر استخدم الشولدر، فاذا الارقام اللي طلعت معي هي الارقام اللي بعتمدها. كان عندي كيرب، كيرب ستون على الطرف الخارجي، كيرب ستون وسلوبينج كيرب. سلوبينج كيرب يا جماعه هاي سلوبينج كيرب، هذا هو عباره عن سلوبينج اماونتبل كيرب، بينما هذا عباره عن فيرتيكال كيرب. حكينا عنه المره السابقه. السلوبينج كيرب تقدر المركبات تطلع عليه بالطبق، بينما الفيرتيكال كيرب ما بتقدر تطلع عليه. الان لو كان عندي سلوبينج كيرب، سلوبينج كيرب يعني المركبات ممكن اذا اضطرت تقرب على الكيرب، وممكن اذا اضطرت ايضا تطلع على الكيرب، ايضا ما فيش اي نوع من التعديلات. يعني بقدر استخدمه في حاله الطوارئ. لكن اذا كان عندي فيرتيكال كيرب، فيرتيكال كيرب هون، هذا هو الفيرتيكال كيرب هون. شو اللي بيصير عندي لو كان عندي فيرتيكال كيرب؟ المركبات لا يمكن تقرب على الفيرتيكال كيرب كثير، بدها تبعد عنه شوي، بدها تبعد عنده مسافه شويه اللي هي البفر اريا هذا. فلذلك هذا البفر اريا بدخل بحساباته وبدها اعرض المسرب بزياده شوي. اذا كان عندي فيرتيكال كيرب from one side، اذا كان من جهه واحده بضيف الكيس الاولى 1 فيت، اذا كان from two sides بضيف اللي هو 2 فيت. هذا للكيس الاولى. الان كيس 2، كيس 2 اصلا على الطرف الداخلي في عندي مركبه واقفه، فلو كانت from one side فيزا اضيف، لانه اصلا في عندي مركبه واقفه وهي اللي واقفه نفس جنب الرصيف. لو كانت from both sides بكفي اضيف بس واحد 1 فيت. الكيس الثالثة في عندي حركة من الطرفين، فبالتالي نفس الكيس الأولى اللي هي add 1 feet if it is one side or 2 feet if it is two sides. الحالة الأخيرة stabilized shoulder، خلينا أجلها للمرة القادمة، بدنا أشرحها بلا شوية شرح بمنتهى الوقت. في حدا عنده أي سؤال يا جماعة قبل ما أنهي؟ يعطيك العافية دكتور. العافية.